السلامة. يسلمك يا عايشك. بس الحمد لله. عرفنا عليك. خليل صابري. منين؟ مروج أصلي متطوية. مرحبا. نحكي اليوم على سوء الخلق والكلام البذيء في وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا التيك توك. شنو رايك؟ والله شنو رايي فيه؟ انا تيك توك اصلا ما نستعملش فيه برشا، جيت ندخل نشوف. اما ما انا انسان وصل هو بشي هبط، ما شنو كنت متاعه ولا هو شي هبط كلام زايد فيه. انا قلقت علاش نعملوا فيه ابوني مثال نبلوكي ولا ما نعملوش ابوني ولا ما نعرفش شنو يسموا فيه. اصلا مانيش نكتيف برشا في التيك توك، ما نفهمش فيه. نجم معناها نلقى حل، ما نتيليشارجيش اصلا الابليكاسيون هذيك. نحن مش في التيك توك كلام زايد كهو، كلام زايد وسائل التواصل الاخرى فيسبوك. ما هو انت تليفون حليت الفيسبوك في لاكو طلع لي امي معايا مهبط ساتي فيها كلام زايد. انا في قناه، انا في تربيتي في 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 الواحد قلل من الاحترام تاعي اذا كيتسمى كلام زايد. وين بلوكي في الفيسبوك؟ المشكل في الكلام الزايد كي تقال في الشارع هذاك كلام زايد، وكي تبدا قاعد مع امك وابوك في الدار وحالين تلفزه مانيش باش نسمي تلافس، تبدا كالغشه والكلام الزايد تاعك هذيك مشكل. واش تقول لي فيسبوك تواصل الاجتماعي بيني وبينك فلسك في قلت المرحومه فاطمه بوسيح بلوك صح ولا هذيك هي؟ وما لا المشكله وين؟ في الشارع تبدا تدور انت وامك في سوق ولا تدور في الشارع تطلع في المترو هذاك كلام زايد، هذيك المشكله. قبل ما نوصلوا للشارع نحكيو في تونس كله، مش باش نعمم وشمال وجنوب. انا ما فماش زوج رجال مع بعضهم ولا ثلاثه اولاد ولا نساء مهما كان العمر ما يحكيوش خيمتو خالتين على بعضهم صح، ما يحكيوش كلام زايد مهما كان المستوى التعليمي نتاعهم ولا الديني والثقافه. في الثقافه نتاعنا كلام الديني حتى المستوى في الدين. انا عطيك انا قاعد مع ناس ما شاء الله عليهم ساعه ساعه يغلط كلام زايد، يقول لك شنو هو كلام زايد؟ هذاك هو كلام زايد، ما كفرتش ربي. كل واحد كيفاش يعبر به. اما ها وين المشكل؟ تشوف طفل صغير عمره 12 ولا 13 سنه ولا طفله تدخل في كلمه زايده اطول منها واكبر منها في العمر. شكون تلوم هذا؟ من المكتب اللي تقرا فيه وما هو. قبل مثلا ما نحكيو على الشراء نرجعوا لمواقع التواصل الاجتماعي، مثلا في الفيسبوك ما عادش عباد نجموا يكتبوا كلمه زايده. هاي هذايا شكون قال لك؟ سي السينيال ماني ليه مش صحيح؟ يا نوريك انا. انت حاس برايك ماهوش صحيح؟ موجود انا كلام زايد موجود عادي. انت كاتب؟ مش انا كاتب، امي امبارح برك تشوف فيها كلام زايد عادي تعبر في كومنتير ولا في ولا تبع تستاسيو تسب في الدوله ولا تسب في النعش في في الجمعيه الاخرى ولا في عباد نحكي. مش عاد دخلنا فيها الدوله، مش مشكله الدوله، هذه مشكله الشعب. المشكلة هذه مشكلة الوعي تاع المجتمع نتاعنا. شكون مثلا حل لايف في التيك توك يحكي كلام زايد؟ اي هكاك تولي المشكلة، وهما يسنياليو حسب ما فهمت انا حتى كي تكلم كلام زايد ولا كي تعمل حالة معناها فازة بيديك ولا وقتها سنياليوك في الفيسبوك وفي التيك توك. اما باش تكتب ستاتيو في الفيسبوك ما تكتب لعبية ستاتيو. نشوفوا زادة انستغراموز انفلونسوز هي تأثر على الناشئة تحكي كلام زايد، وعندنا منهم برشا في تونس. تأثر على روحها هي، ما تأثرش على روحي انا. هي ما الصغار اللي يتفرجوا فيه. أم وبوه وي. أم وبوه وي. معناها أنا تنجيب طفل وتأثر عليه واحدة انستغرام ما باش ما نقولوش كلام آخر ولا مهما كان راجل ولا امرأة ولا ذكاء، حتى كلمة الراجل عيب تقال فيها. حاشا اللي ما يستاهل. تأثر عليه هو ويمشي في طريقه هو، علاش يجي فيه هنا؟ واش سمي في روحي ابوه انا وسمي فيه؟ ما انا عادي تنحوها من الوالدين، جيب صغير وسايبه تتربي الانستغرام والفيسبوك هكي تولي. يا دي اخي احنا زعما والدينا ما ربوناش ولا ربونا والدينا صحيح ونتبعوا في الانستغرام، علينا نمشي نتبعوهم هما ما فما اصل. حكي باش تخالط انا الانستغراميوز هذوما والواحد ما نتبعهمش، ثم حاجات ما اشنع من الانستغراميوز في الشارع. هي تبدا انت طفل صغير في تكويره تبدا مانيش تعلم كلام الزيت، تبدا من الاول سنه سادسه عمرك 10 تقعد في تكور كل ما شيء تطلع، ومن بعد تولي تطرس فيه الكلام الزيت كاميرا وعيب واحد تتكلم ولا تولي تطرس فيه الكلام. اما بقينا لا انت ما تجيش تقول قدام طفله قدام رجل كبير قدام امك وابوك عيب. حتى انت نحمد ربي نحيته معناها الكلام الزيت ولا ماش تتكلم معناها
رجع لاصلي واحد مش متي انا كليم زيد اي شوفوا حتى في مثلا اماكن عموميه. اماكن عموميه شنو تحكي على المركز الاماكن العموميه مش تسمعوا الكلام الزيت في بوستة في مركز هي نحكي ولا لوجي نحكيوا في كار مترو هذوكم الشعب لا احنا نحكيوا على الشعب يودي وعلى المواطنين نحكيوا على المجتمع بصفه عامه مع قليل تربيه مجتمع تونسي راهو مش الكل راهو ولا قليل تربية في جامع يتكلموا كلام زايد على شلاك قال له سايب كذا ما غادي على الصف استوي كذا ما راهو مش فاهمين اللي هو ايه فما عباد سنست بيه تلقى من ساعات مرأة كبيرة انت تتكلم في كلام زايد شلوم على عمرها ولا شلوم شقولها ماكش متربية يبوها مات عمره عنده 70 سنة مربية جيل جايب ولد ولدها تلقاها هي عمرها في السبعين وولد عمر ولد ولدها عمره 5 ولا 6 سنين ويدخل في الكلام الزايد ما عادش تلوم ولدها ولا ولد ولد فما عباد الكلام الزايد فاهمين ونورمال يعيشوا بيا كيكا كلام وخي كلام الزايد ثما كلمات نحن في بالنا بهم نورمال في في ثما كلام نحن نقولوه لهنا في الشمال وفي العاصمه نورمال في الجنوب مثلا ما يتقالش وفما كلام في الجنوب يتقال عيب الجنوب نحسوا انه العباد غاديكا مازالوا محافظين محافظين ونحكي لك انا على تطاوين مازالت العباد محافظين تمشي انت لتطاوين تطاوين حكينا غاديكا كيفاش خويا حياه وربي يكثر منها مثالها ناس محافظه محافظ عندك تطاوين وقبلي وتوزر مدنين قفصه شوي ناس مازالت محافظه في الجنوب وقابس ناس مازالت محافظ لهنا راهي تخلطت العباد ثم الباهي والخايف في كل بلاص اما الظاهر راك انت كي تبدا تدور في تطاوين وقت صلاة الجمعة ما تلقاش حانوت محلوق ما تلقى تسمعش الكلمة الزايدة ما تسمعش بزنيس فماش حتى باش تقف انت تجبد ساعة سيجار ومثلا ما عندكش بريكاية تيحش مش تقول راجل كبير اعطيني شعر هو يفرض الاحترام لهنا هو يجي يقول لك اعطيني شعر نحكيه نحن مش في الفائدة في الشعر انت حتى تبدا قاعد كي واقف على روحك حتى كي يجيك الراجل الكبير هنا ما يقولكش بعد عايش ولدي ولا راك غا تولي يطلق صرفه معاك ماش لو ما انت على صغير ما دام رجلي كبير انا يتكلم كلام زايد انت شنو انا جيني رجلي كبير يتكلم كلام زايد هو نقولوا انا لازمني انا خاطر انا وياه ما تربيناش كيف كيف انا نجاوب بتربيت هو مش ناس كل تخمم كيك هاتر مش ناس كل انا مثلا كش يقول لي كلام زايد انا عارف لا شيء انا سبين خويا عيت منه اكثر كلمه معبره قال لي كلمه زايده ان شاء الله ربي يهديك والسلام تيموت غادي بالرسمي سبين والبزيق وعياط ربي يهديك تيتفش هذه كلمه الختام ان شاء الله ربي يهدينا على بعضنا وربي يرحمنا وكا وذي شخور